انت كنت في المشروع بتاع الجونه طبعا، يعني لقيتها صعبه ان انت تمشي من الجونه؟ جدا جدا. انا رفضت يعني ويسال في ذلك يعني كابتن محمد فضل، انا رفضت قعدت 5 ايام رافض رافض بشكل كلي رافض قطعيا. لان انا الجونه كنت بعتبره مشروع يعني طبعا مع بقيه المجموعه يعني، بس انا يعني انا شخصيا يعني بتكلم عن نفسي كنت بعتبره مشروع يعني، وكنت واهب حياتي للقصه دي فعلا. او يعني كان كنت مقيم هناك بقى يعني كنت ما بين القاهره والجونه، كنت 24 ساعه يعني ما بعملش حاجه في حياتي غير الجونه. وهي بالنسبه لي قصه نجاح يعني، احنا خدنا النادي في ظروف صعبه وحققنا تارجتس صعبه في زمن انا بقول قياسي يعني. نعم. وكنت مرتبط بالمكان ومرتبط بالناس ويعني وكان البلان مكمل، وكنت حابب اشوف البلان بيتحول لحقيقه يعني. فكان قرار صعب جدا جدا جدا، وكنت مرتبط جدا بالمجموعه كلها يعني. غير يعني نادر حتى في محمد الحصري، وعلى فكره يعني طبعا بعتذر ان انا بتكلم على يعني حد شغال في نادي وانا موجود في الاتحاد يعني، بس هو يستحق ان انا يعني اتكلم عنه لانه من الناس اللي مش واخده حقها، وهو فعلا محمد الحصري. محمد الحصري مدير الكوره دلوقتي، حمد هو مدير النادي، مدير الكوره كابتن حسام غالي. حسام غالي اللي انت توقعنا حسام غالي هتبقى مشكله. محمد الحصري من الناس الممتازه جدا جدا، هو ما بيتكلمش قليل الظهور ولعب كوره كويس كمان، طبعا 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 حد كويس يعني. فكنت مرتبط جدا بالمجموعه، فكان قرار صعب جدا 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 يعني. بس حضرتك عارف فضل بقى زن عليك؟ لا مش زن، هو يعني أقنعك. كان شايف انها خطوه ايجابيه بالنسبه لي يعني، وان ده التطور الطبيعي يعني. ف سلمت يعني، انا بثق فيه، بثق فيه جدا يعني لابعد الحدود، لانه شخص نقي جدا وبيتعامل باخوه يعني. ف يعني قلت اجرب ال نادر زعل منك؟ متهيألي كده. متهيألي كده، بس اكيد استأذنته. اتكلمنا كتير، اتكلمنا كتير. هو كان شايف ان التوقيت مش مناسب. يعني اختلفنا في وجهات النظر يعني، بس وكان ليه طبعا كل الاحترام والتقدير يعني، وطبعا ليه فضل كبير عليا طبعا.